أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. محدثكم محمد رحيمي، إمام خطيب في أوقاف إعزاز. نتكلم عن أمر عمت به البلوى في مجتمعاتنا واستشرى به الفساد في هذه الأمة، ألا وهو التجرؤ على سب الذات الإلهية، حاشا لله النقيصة. جاء في البخاري أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلا نصرانيا فأسلم، وكان يقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد نصرانيا. عاد هذا الرجل إلى الديانة النصرانية بعد إيمانه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تعدى إلى أنه تعدى على شخصية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان يقول كما يقول أنس رضي الله عنه: فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، نسب إلى الحبيب المصطفى الجهل. قال: فأماته الله انتقاما منه وانتصارا لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض انتقاما من المولى وختمة له وخاتمة له بالسوء، وسوء منقلبا لهذا الرجل لحربه على الله ورسوله. فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا، أي قال أصحاب هذا الرجل، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نسبوا هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطبيعي أن ينسب ذلك إليه عليه الصلاة والسلام، إذ أنهم ظنوا أن النبي ينتصر لذاته ولنفسه، ما علموا قدر الحبيب المصطفى وما علموا شخصيته. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عنه قبره فألقوه. قال: فحفروا له فأعمقوا له فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، هذا مرة ثانية، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عنه فألقوه لما هرب منهم، أي انتقاما من هذا الرجل لأنه قام عليهم ولأنه حاربهم، فظنوا السوء مرة ثانية بالحبيب عليه الصلاة والسلام، فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، أعمقوا في هذه الأرض حتى لا يستطيع النبي إخراجه كما يظنون. قال: فأصبح وقد لفظته الأرض انتقاما من المولى من هذا الرجل، فعلموا أن هذا ليس من الناس فألقوه، أي أن أصحابه حتى ألقوه، إذ أنهم علموا أن هذا انتقام إلهي، انتقام من الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل لأنه حارب الله وحارب رسوله. هذا الحرب على الله ورسوله الذي قد يكون أحيانا بأشكال أعظم وأشنع،
بتجسيد الله سبحانه وتعالى ببعض الكلمات التي شاعت بين العامة، أو قد يكون مرات عياذا بالله بالتجرؤ على سب الذات الإلهية، أعظم وقاحة وأقبح فعل قد يفعله الإنسان ويقترفه أن يتجرأ على ذلك. والله قد قال فيما كان دون ذلك من نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى: لقد جاءوا شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من الأمراض والآفات الاجتماعية التي انتشرت في بعض بلاد المسلمين هي آفة سب الذات الإلهية. هذه الآفة هي جريمة ليست كالجرائم، وذنب عظيم ليس كالذنوب، لأن الإنسان فيه يتجرأ على الذات الإلهية، ويتجرأ على الأنبياء، ويتجرأ على المقدسات كسب الكعبة وسب المساجد وسب الأنبياء. هذه الآفة هي كفر بالله، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أن سب الذات الإلهية كفر بالله، ولو كان الإنسان جادا أو مازحا، حتى لو كان مازحا فهذا الأمر كفر بالله عز وجل. لذلك روي عن بعض الأشخاص في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا عن القراء، ويعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعنون أيضا أصحابهم، قالوا: هم أرغب بطونا وأكذب لسانا وأجبن عند اللقاء. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن ذلك، قالوا: كنا نخوض ونلعب، فنزل قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكثير من الناس اليوم يقول لك: أنني كنت غاضب. كنا ربما يحكي رواية أو يحكي يعني قصة بين أصحابه يستخف بها بالله عز وجل أو رسوله، مازحا أو ملاطفا أصحابه. نقول له: لا تستهزئ، كحال المنافقين حينما قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، ولم يقبل اعتذارهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذن هو كفر بالله عز وجل. هذه الآفة التي انتشرت بين الناس لا مسوغ لها، وقد ساقها إليها إلى بلاد المسلمين ونشرها بينهم، هم أصحاب الأديان الأخرى حينما نشروها في بلاد المسلمين وخاصة في بلاد الشام. لذلك من واجب المسلم الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى وهو المتفضل عليه، وهو المنعم عليه، وهو الذي يحييه، وهو الذي يميته، وهو الذي سيقف بين يديه يوم القيامة، ألا يسبه وألا يشتمه وألا يسب أنبياءه. وتترتب أحكام الكفر على من كفر بالله عز وجل، فواجبه على الفور أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. فالله هو المتفضل عليك، فلا تتجرأ على الله عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين.